واخوتي هاد السيد هذا سبقنا مسكين عرض علينا نمشيو نخدموا معاه فهمتي، ما مره ما جوج ما هادي كنا خدامين فهمتي، المهم عرضنا كيقولنا زيدوا تخدموا معنا. السيد العمار سلعة فهمتي، السيد ما عنده بروبليتي شي بعد شي قدر الله وما يشاء اللي كاين هو هذا. الله يجازيهم الله يجازيه بخير، راه كيدي ما واحد ما جوج كيديهم يخدموا معنا هنا، وقف مع الناس اكثر من جوج. شحال من واحد من هنايا كان غير بيطاني جالس هنايا فهمتي، غير بيطاني جالس هنايا كان كيجرو كيقولوا لنا تزيد تخدم على راسك فهمتي، ما واحد ما جوج ما ثلاثه داهم خدم. والسيد اللي عمر راسنا احسن راجل في هذه الحومه هو هذا فهمتي، السيد هذاك اللي عمر راسنا ما عندناش نردوا له خير ولا عمر راسنا، بنادم بيطاني بنادم ما خدم ما والو كيدي يخدم، ما واحد ما جوج ما ثلاثه داهم من هذه الحومه فهمتي. اصلا ديك السيد انت ما كتشوف راه السيد اللي ماسك الجار ديالو اخو اللي ماسك الجار ديالو كيدي غير ولاد الحومه فهمتي، كيدي ولاد الحومه اللي جالسين كاملين كيديهم يخدموا معاه. ديك السيد ما عنده حتى شي ندم، هادشي قدر الله وما يشاء، لا حول ولا قوه الا بالله، حنا ماشي غندابزو مع الله فهمتيني، شي قدر الله وما يشاء، الله يعدي شي تاوي الخير وكنتمنوا من الله عز وجل يعدي شي تاوي الخير وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للرساله اللي مسؤوليه واني كاين واد داك السيد ما عليه حتى شي ندم، ما عليه حتى شي حاجه، السيد مسكين ترونكيلو داخل سوق راسو واحد الدرجه ما تخايش. السيد ريف دائما كيجيب الطوموبيله كيباركي هنايا قدام الدار فهمتي، دائما كيجيبها كيباركي. السيد دابا كنت كنعرفو انا ولد الحي ساكن هنايا وعندي في هاد الحومه هنايا 20 عام فهمتي، انا كنعرف داك السيد كثر حتى مني كنعرف خوتي فهمتي دائما. وعرضت عليا ما مره ما جوج قال لي فين تخدم، قلت له دابا انا خدام، ما مره ما جوج ما ثلاثه وخدام بزاف الناس هنايا، راه باقي الشباب سولهم يقولوا لك اللي كاين كام فهمتي، هادشي اللي كاين. الناحيه المسؤولين هذاك السيد مسكين راه ما عنده والو ما فهمتي، راه قد الله ما شاء، هذيك السيره ما دازت شي دقيقه ولا جوج دقائق ساكن الناس من هذا اللي الله عطاه، وهادشي اللي كاين كنطلب الله من الله عز وجل يعدل شي تاوي الخير وصافي. اما ديك السيد ما عليه حتى شي ندم، بابري ما والو، داخل سوق راسو كان كيدي بنادم يخدم تما، هادشي اللي كاين. هاد الحادثه وقعت باذن الله، ما عندك ما تعمل. هاد السيد هذاك خدام في الحوم ودار واحد الشركه صغيره باش يخدم مع الشباب ديال الحومه ديالهم، جعل الله ما عندك ما تدير. ولكن المسؤولين الكبارين هما اللي عندهم شركات كبار ما كيعطوش حق القانون للخدام اللي معاه، وزايدون ثانيا الامانديس هلكتنا، وهاد الشوارع عندك كتشوف هاد القوادس انت كتشوف شويه د الشتاء في الشمال خصوصا الشمال ديالنا، شويه د الشتاء انت كتشوف فيضانات وهاد الشيء اللي ما عند الله ما عندك ما تدير. شنو هي المسؤوليه انا شنو هي الرساله ديالك للمسؤولين؟ الرساله ديال المسؤولين الكبارين هما ينوضوا بالقانون ديالهم، يعني يتبعوا القانون، وغادي يجبروا الشركه الكبار ما عندهم لا قانون لا حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين. شكرا بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اخي ديالي. خويا كيفاش جاتك المصيبه اللي وقعت البارح؟ الصدمه. خويا هذيك الصدمه كبيره، يعني تصدموا الناس كاملين هنا في الحومه، وتقريبا طنجه والمغرب كامل تقريبا، يعني تاثروا الناس بزاف. يعني القضيه المسؤولين هما اللي كيتكلفوا يعني بهذا الشيء هذا، يعني على ما كيبان لي هما اللي مكلفين بهذا الشيء هذا، يعني هما اللي خصهم يبحثوا في هذا الشيء هذا. حنا كتجي الشتا طنجه كامله كتغرق، المغرب كامل كيغرق، يعني هذا الشيء بزاف. هذا الشيء هذا خص الناس يبحثوا على هذا الشيء هذا ويعطيونا الاصلاح شويه، الله يجزيهم بخير. يعني بزاف هذا الشيء هذا وقعت في الدار البيضاء، وقعت هنايا، يعني بزاف هذا الشيء هذا. ايوا الله يصاوبها وصافي. شكرا بزاف اسي. هذا ما كان عندي حنا من الحومه هنا، يعني راه لا اله الا الله. ايوا الله يصاوبها من عنده صافي، نتمناو من المسؤولين المعينين للعائله ديالهم، يعني كل واحد راه مساكن الله يكون في العوان. الناس كامل راه دراوش كل واحد وكيفاش الظروف ديالو، شي كاري شي مشى، راه كاينين الناس اللي مشاو مع النساء ديالهم مشاو في الفاجعه هذه. ايوا الله يرحمهم مساكن. رسالتي للمسؤولين يعني بحثوا في هذا الشيء هذا، يعني احنا براسنا احنا دابا مثلا احنا هنا في هذه الحومه هذه، كتجي الشتا القادوس كيطلع لك من الفوق، من تحت الماء كيطلع لك من الفوق من القادوس. يعني المسؤولين خصهم يديروا شويه ديال الاصلاح، والامانديس والمسؤولين كاملين. ويقول لك زعما مثلا معمل سري، كاين شي معمل سري فيه 30 واحد ولا 41 واحد مثلا، وكتخدم فيه داخله يوميا نهار وليل، يقول لك راه سري ما يمكنش. يعني خص الناس يبحثوا في هذا الشيء هذا، وشي شويه ديال الاصلاح للبلاد. المغرب كامل راه ماشي عطان جاره، لا لا لا، حنا كتجي الشتا كنبداو نديروا الالعاب الشتويه هنايا. ايوا الله يصاوبها وصافي، هذا الشيء اللي كاين. ود اخويا الله يرحم الناس اللي توفوا مساكن، الله يرزق الصبر للعائلات ديالهم. هذا الشيء اللي كاين اخاي ديالي، والله يفرج على الجميع. قلت لك شحال نقول لك، الدراري الحومه مساكن سنا كتعرف الباترون مسكين ساكن حدانا، والدراري اللي توفوا وخدامين معاه، يعني الناس دراوش مع بعضياتهم وصافي. شحال نقول لك، كلشي ضل الله، وهادشي اللي وقع الله يرحم، الله يصبر الوالدين ديالهم والعائله ديالهم والاخوان. الصراحه بقاو فينا مساكن، اي والله حتى شي حاجه ما سهله.
وشنو رد الفعل ديالكم بالنسبه للفاجعه اللي وقعت صباح يوم امس؟ واش نقول لك ما عمرنا كنا كنتصور هادشي يوقع، يعني سبحان الله ما سمعنا باللي قال لك فلان غرقوا ودخل عليهم الماء بالشتاء وما جبروا كيفاش يعملوا يخرجوا. انتنا كذا ما شات عندك ما الله يصبر العائله ديالهم صافي. ورسالتك للمسؤولين؟ المسؤولين شنو نقول لك، هذاك ولد الناس مسكين حتى هو كيخدم غير الدراويش، هذاك ياكل لقمه مع هذا اش هيعمل يعني، كلشي بمكاتب. انا ما نقولوا الراجل عنده الحفيره كيخدم دراويش معاه اش غنعمل، الله يصبرهم. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.